استاذ احمد ايوه من السلام القاهره، عليكم. اتفضل. اتفضل يا استاذ احمد. بتكلم عن زكاة المال. اتفضل. دلوقتي لو انا بحسب زكاة المال كل اول رمضان، فانا باجي رمضان اللي فات بشوف كان معايا كام، وده اللي تم عليه الحول، وبطلع عليه 2.5%. صح. بس لما باجي في رمضان ده بيكون المبلغ مثلا زاد بمبلغ، يعني لو افترضنا ان انا بادي ب 100 جنيه، للافتراض جيت السنه دي معايا 300 جنيه. صح. 300 جنيه دي في جزء منها هيجي الشهر الجاي يتم الحول، وفي جزء منها هيجي بعد شهرين يتم الحول. صح. انا للتسهيل للحساب بحسب من اول رمضان لاول رمضان. طب احسب الفروق الحسابيه دي ازاي بحيث ان ما بقاش فيه تاخير للذكر؟ طيب، اللي حاصل اللي حضرتك بتقوله ده تم مناقشته من زمان في مؤتمرات لحساب الزكاة، واستقروا على طريقتين، إما ناخد تاريخين ونحسبهم، لكن في النهاية استقروا على هذا المعنى اللي هو نحدد سنة، نحدد موعد في السنة ونطلع عليه الزكاة. ممكن تطلع في أول سنة زيادة عن الأموال اللي بلغت النصاب، بس أكيد في السنة التانية مش هتطلع على إلا على الأموال اللي بلغت النصاب. اما الفروق اللي حضرتك بتقولها دي ما هتطلع الزكاه عليها السنه الجايه، لان هي بلغت النصاب وهيطلع عليها السنه الجايه. فالطريقه دي هي افضل طريقه محاسبيه، لان انت عشان تعمل لكل مال بيجي لك نصاب، عشان تعمل لكل مال بيجي لك حول، ده محتاج واحد متفرغ بس للاموال دي عشان يقدر يحسبها. انت عايز تخلي لكل مال حول، لا بأس، بس ده فيه معاناه شديده. لكن الفتوى استقرت على ان احنا بنحدد تاريخ وبنطلع على المال اللي موجود في الرصيد في هذا التاريخ، وده الافضل والاسلم واللي عليه اللي جرت عليه الفتوى. نعم.